أسوان. أما الشروق فتتحدث أيضا عن الأثار، ولكن هذه المرة استرداد مسروقات الإمام الشافعي، والشرطة تضبط أحد الجناة. ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار نجحوا بالتعاون مع قطاع مصلحة الأمن العام في كشف غموض وضبط أحد مرتكبي وقعة سرقة مقتنيات أثرية من داخل مسجد الإمام الشافعي في القاهرة. شرطة السياحة والأثار تلقت بلاغ بسرقة بعض المقتنيات الأثرية من داخل مسجد الإمام الشافعي، اللي كانت عبارة عن باب خشبي للمقصورة واللي بيبلغ طوله 70 سنتيمتر، بالإضافة لمجموعة من الزخارف الخشبية المعمارية صغيرة الحجم. وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهم الثاني، واللي قال إنه في متهم أول هو هارب الآن هو اللي باع له هذه الأشياء، وتم استعادة هذه المسروقات وتم التأكد إن هي هذه هي المسروقات أو القطع الأصلية اللي تم سرقتها.